في الفيديو ده ان شاء الله هتكلم عن البي اي دي كنترولر. حابب اشكر مارك لان هو السبب ان انا افهم اللعبكه ديت. ويلا بينا نبتدي. عندنا شكل البي اي دي كنترولر في الانالوج، فهو حاجه كده في الاس دومين، تمام؟ احنا عايزين نحوله لحاجه في الزد دومين، فهتبقى حاجه بالمنظر دوت. طبعا الكلام ده مش حفظ يعني. فعندنا البي اي دي الكيو باور نيجاتيف 1 هنا ديت هي عباره عن الزد، تمام، اللي موجوده ما بين الاقواس يعني، فديت زد وزد. لكن الكيو اللي موجوده بره هنا ديت فهي عباره عن كيو باور نيجاتيف 1 ديت هي عباره عن زد باور نيجاتيف 1 بس. يعني ليه كتبناها كيو كده؟ لان ديت لعبكه من المرجع يعني، فالدكتور شغال بيها وكتبها في السلايد كده، فخلاص يعني. طيب احنا عندنا الكنترولر بيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن R على S. ده رموز كده اتحطت، R على S. فال R هي بتكون عبارة عن المعادلة ديت، تمام، وال S بتكون حاجة برضو بالمنظر دوت. ده الجزء دوت اللي هو 1 minus Q power negative 1 او اللي هو 1 minus Z power negative 1 دوت اسمه integrator، والجزء التاني ده اسمه filter تقريبا. طيب فهنا البي اي دي كنترولر في الديجيتال ليه اربع بارامترز، هما ار نود، ار 1، ار 2، واس 1 داش، تمام. الكلام ده اللي احنا هنمشي بيه دوت اسمها الميثود الاولانيه عشان نعمل ديجيتال بي اي دي كنترولر، تمام. احنا عندنا احنا عارفين ان الديجيتال بي اي دي دوت بيبقى وراه بلانت وفي فيدباك وفي هيصه كده يعني، فلما اجيب كل ده مع بعضه في الخلاط يعني، فالكلوزد لوب بتاع السيستم ده كله هيطلع لي بي في ار على اي في اس زائد بي في ار. هنشوف ايه البي وايه الاي تحت كمان شويه، بس احنا عايزين نعرف ان اللي تحت دوت بيتسمى البي. البي ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ساعات بتسمى بيرفورمانس وساعات بتسمى ريجوليشن، تمام. ديت بتعرف لي ايه؟ بتعرفني البولز بتاعه الكلوزد لوب، وهنعرف ايه فايده ان احنا كتبنا كده يعني. طيب شكل السيستم بيكون عباره عن ايه؟ في الميثود الاولانيه انا عندي حاجه كده اسمها تي اللي هي تراكنج داينامكس. تي ايكوال في الحاله ديت يعني الميثود الاولانيه بنخليها ايكوال الار اللي هي الار ديت يعني. طيب اللي هي برضو الار اللي فوق يعني. طيب احنا عندنا هنا واحد على اس، وعندنا هنا البي على ايه ديت البلانت بتاعتنا، تمام. ودوت الاوتبوت ودوت الريفرنس او الانبوت يعني اللي موجود عندنا. طيب الشكل ده كله بيتسمى ار اس تي ستراكشر. احنا عندنا هنا الار وعندنا التي وعندنا الاس. طيب نيجي بقى للميثود ديت. اهم حاجه فيها ان البلانت عندنا الاوردر بتاعها هيكون اقل من او يساوي 2، والتايم ديلي يكون اقل من التي سامبلنج اللي هي اللي انا بقطع بيها يعني. طيب ده لحد دلوقتي دي الميثود الاولانيه. شكل البلانت بيكون عامل ازاي؟ هو بيكون عباره عن بي على ايه، فهي هنا بيكون عندي فوق او يعني اول بارامتر او اول ترم يعني بيكون حاجه مضروبه في كيو باور نيجاتيف 1، تحت بيكون اول بارامتر عندي هو الواحد، تمام. طيب نيجي هنا لجزء تاني، ان احنا ممكن نضيف حاجه اسمها اوكسيلري بولز، ديت بولز زياده من عندي بضيفها على السيستم يعني على الكلوزد لوب بحيث ازود الروبستنس بتاعت ال اسمه ايه السيستم اللي موجود. طيب فكده انا قلت ان البي ديت بيبقى موجود فيها الكلوزد لوب بولز، فاقدر اضرب فيها الترم ده او الترم ده. ليه انا قلت او؟ لان انا هنا لو كان عندي السيستم فيرست اوردر فاقدر اضيف واحد بس، لو كان سكند اوردر اقدر اضيف اتنين عادي. طيب وكانت الالفا والالفا ديت دوت قيمه البول يعني، كانت بتكون حاجه في الرنجات ديت. انا ما اعرفش الارقام ديت مظبوطه ولا لا، بس دي اللي كانت مكتوبه في السلايد يعني، بس ما علينا يعني، مش فارقه معانا، متهيألي ما جاتش في حاجه قبل كده يعني. طيب نيجي بقى لحته كده مهمه. احنا عندنا الديجيتال بي اي دي بيكون ليه قصاده انالوج بي اي دي، ده في حاله واحده لما تكون الاس 1 داش في الرينج دوت يعني اللي هي ما بين 0 وما بين نيجاتيف 1، تمام.
نيجي بقى دوت كده، دي الميثود الاولانيه. طيب الميثود التانية هي عباره عن ايه؟ لو كان عندنا اوفر شوت وهو قال لي قلله لي، او مثلا كان عندي زيروز وقال لي شيلها لي، فانا هنا بخلي التي هي عباره عن ار اوف 1، تمام؟ باجي هنا بعوض عن كل كيو، مثلا هنا ايه بعوض عن الكيو ديت والكيو ديت بواحد، فكده كاني بجمع ايه، بجمع الكوفيشنت يعني. طيب ازاي بقى يعني الرغي ده كله ازاي بقى احله وانجز حالي يعني؟ احنا دلوقتي لو جالنا سؤال فهو هيديني حاجه من الحاجات ديت، هيديني مثلا ماس ودامبنج، دامبنج، وهيديني الكي اللي هو السبرينج كوفيشنت دوت الستيفنس، فانا هاخدها اروح اعملها اس دومين بالمودلنج يعني، بعد كده اروح محولها للزد دومين، كده انا جبت البي على الايه، تمام؟ ان شاء الله ما تجيش بكده عشان ما تبقاش وجع دماغ. لو اداني الاس فبرضه هحولها للزد دومين واروح جايب البي على الايه. لو اداني هي على طول بسط ومقام يعني في الزد دومين، يبقى خير وبركه. ممكن يعمل حاجه تانية، يدهاني على شكل فورملا، مثلا حاجه كانت موجوده بالمنظر دوت، هو يبقى مديني الجي والتي، واروح انا عمال اقعد بقى اقعد في الكلام دوت، واروح مطلع المنظر دوت، ماشي؟ دوت لو كانت فيرست اوردر، لو كانت سكند اوردر فبتكون حاجه بالمنظر دوت. طبعا الكلام ده المفروض هيبقى جيفن يعني، بس ان شاء الله ما تجيش كده يعني اصلا. طيب كده انا جبت البي على الايه، ماشي؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب حاجه تانية، عايزين نجيب البي بتاعتنا ديت اللي هي اللي قلنا عليها البرفورمانس او الريجوليشن يعني. هو ممكن يدهني جاهزه، يبقى كتر الف خيره وان شاء الله هيعمل كده يعني، او يدهني على هيئه اوميجا وزيتا ويديني التي سامبلينج، تمام؟ فانا باجي بعمل ايه، بروح جايب الاس وايكوال، واروح رصص الرصه ديت ومطلع هي عباره عن ايه. طبعا لو زيت اقل من واحد فهيطلع لي هنا جي، فاجي اعمل حاجه كده اسمها مابنج، ان انا يعني هي دي عباره عن ايه، دي عباره عن البولز بتاعتي، فانا عايز هي كانت في الاس دومين، انا عايز اخليها في الزد دومين، فبعوض في الزد ديت اي باور الاس اللي انا لسه مطلعها، هنشوف الكلام ده في مساله، واروح محولها لاي باور كذا واي باور كذا، واروح احول كل اي ديت لكوزاين وساين والكلام من ده. واروح اعمل حاجه، اخد هيطلع لي مثلا هنا لو طلع لي جزء ريل وجزء ايماجينري، فباخد الريل واروح مطلع الرقم على جنب، واروح جايب الماجنيتيود يعني بتاع الكلام دوت اللي هو الاولاني سكوير زائد التاني سكوير تحت الروت، فطبعا ده قول يعني كله سكوير، فيبقى الاولاني سكوير زائد التاني سكوير على طول يعني، واروح جاي معوض في المعادله ديت، كده انا جبت البي، تمام؟ نيجي هنا بقى، انا بروح جايب ال A في S زائد ال B في R هي ال equal B. احنا ديت القانون ده يعني، ده احنا لسه جايبينه من المقام يعني اللي لسه قايلين عليه. طيب هنا ال S ساعات بتتكتب S داش لما يبقى فيه integrator فيتحط بالمنظر ده كده. هنشوف مسألة دلوقتي. دي مسألة الشيت، احنا عندنا أول مسألة لحد رقم سي، والباقي ده كله هنلاقي ماتلاب وهنلاقي حاجات فيها ديت بيت وحاجات أسامي غريبة كده، فديت مش معانا. طيب نيجي بقى هنا، هو قال لي البنت حاجة بالمنظر ده، بص كتر ألف خيره ادهاني بالمنظر ده، تمام؟ اداني التحويل على طول يعني. طيب ودي جيفنز كده يعني، هنشوف هتفيدنا ولا مش هتفيدنا أصلا. وقال لي ديزاين اديجيتال بي اي دي كنترولر سو ذات الكلوزد لوب هتبقى كذا 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 والناتش والحاجات دي، ماشي؟ طيب فانا هاجي هنا اول حاجه هحط اشوف الاوميجا بكام والزيتا بكام، واروح جايب البي من الكلام دوت، فاحنا قلنا هنعوض في القانون دوت اللي هو بيجيب لي البولز، فهيطلع لي حاجه كده فيها ريل وايماجينري، واروح عامل زد باور اي باور اس في تي اس، هستخدم التي اس اهي اللي هي بخمسه، اروح ضارب وعامل الكلام ده، فهيطلع لي الترم دوت هيكون بي اللي هو 8 من 10، والترم اللي على اليمين دوت هنا الاي باور بلس ماينس 15 من 100 جي، دي بتتحول لايه؟ كوزاين الانجل او اللي هو الرقم دوت بلس او ماينس اللي هي ديت
جي ساين نفس الانجل يعني، تمام. هفك الكوزاين والساين اشوفها بكام، هيطلع لي حاجة بالمنظر ده، تمام. الجزء الريل هو عبارة عن ده، وال اسمه ايه الماجنتيود بتاع الكلام ده، الاولاني سكوير بلس التاني سكوير، طبعا هنا سكوير فهيطير لي الروت فهيطلع لي حاجة بالمنظر ده. اجي البي اوف زد هي عبارة عن ايه، 1 ماينس 2 في الجزء الريل دوت بلس الجزء دوت مضروب في زد باور نيجاتيف 2، فتطلع لي حاجة بالمنظر ده. جميل جميل، لحد هنا احنا تمام. نيجي نرص ال A في S زائد ال B في R equal B، تمام. في حتة كده يقول لك السيستم ده محتاج انتجريتور، هو بيعرف الكلام ده منين؟ بيعوض في المقام هنا عن الزد، بيعوض عن الزد بواحد، تمام، ويشوف الناتج يعني اللي يطلع لي بيساوي صفر ولا ما بيساويش صفر. فهنا مش هيساوي صفر، فانا كده ايه ما عنديش انتجريتور في السيستم، في البلانت يعني، فمحتاج اضيف انتجريتور. فاحنا هنا الاس عندنا هتكون 1 ماينس زد باور نيجاتيف 1 في الاس داش، تمام. اجي اروح معوض عنها هنا واروح رصص الرصه ديت، طبعا ايه ده كل ده تعويض من المعادلات اللي كانت موجوده فوق. بنيجي نعمل جدول كده هنلاقيه موجود في الامتحان يعني، لو هنحل في نفس الورقه هنلاقي ان اوف اس وان اوف ار، ده اللي هو الاوردر بتاع الاس والاوردر بتاع الار، وهنا عندي كام انون وهنا عندي كام ايكويشن، تمام. هنا دي المفروض ان اوف اس داش يعني، فانا هنا بفرض الاوردر بتاع الاس داش بخليه بزيرو، فرض من عندي يعني، دي ده الكلام ده بعمل ترايل اند ايرور يعني، بقعد اجرب واشوف. فهلاقي عندي هنا ان الترم ده هو عباره عن زد باور نيجاتيف 1 في زد باور نيجاتيف 1، يبقى الاوردر كده عندي التوتال 2، تمام. هاجي هنا ابص قصادها هلاقي عندي هنا 2 والار ديت، يبقى الاوردر بتاع المفروض يكون 0 لان مفيش اي حاجه تاني والاتنين مجموعين على بعض يعني. فهاجي كده يبقى عندي كام انون، احنا قلنا الاس هي عبارة عن ايه، هي عبارة عن ثانية واحدة كده، هي عبارة عن حاجة بالمنظر دوت. فاحنا قلنا ان الاوردر بتاعها بزيرو، فانا كده ما عنديش ولا كيوهات ولا عندي حاجة، فهي عبارة عن بواحد. طب الار انا قلت الاوردر بتاعها بزيرو، فيبقى انا كده الترمين اللي على اليمين دول مش معايا، فيبقى عندي الار نود، فيبقى كده عندي كام انون، عندي انون واحد، تمام. ممكن تجيبها بطريقه سهله اللي هو 0 زائد 0 بلس 1 يبقى ديت بواحد على طول. طيب انا عندي كام ايكويشن اقدر اعملهم، فاحنا عدد دول بيكون اكبر اوردر موجود، فاحنا هنا عندنا الاوردر اكبر اوردر موجود هو عباره عن 2، فيبقى عندي كده 2 ايكويشن. طيب لازم الرقمين دول يكونوا بيساووا بعض عشان ابقى كده انا وصلت، فهاجي اروح مزود الاوردر بتاع الاس اخليه بواحد، هلاقي ان انا محتاج الار ديت يكون الاوردر بتاعها بواحد. واحد زائد واحد 2، 2 زائد واحد يبقى بتلاتة، يبقى انا كده عندي 3 انون. ابص كده انا عندي هنا 1 و1 وهنا 1، يبقى انا كده عندي اقدر اعمل 3 ايكويشنز، فيبقى كده 3 اهو. طيب فيبقى انا كده حليت الشكل دوت، حليت المساله يعني. هاجي ابص كده الاس داش اوف زد هي عباره عن ايه، 1 بلس اس اس 1 في زد باور نيجاتيف 1 كده، ده اهو اوف اوردر 1. طب الار هي برضه اوف اوردر 1، فيبقى كده عندي الار نود وعندي الار 1 مضروبه في زد باور نيجاتيف 1، وخلاص على كده. لو هو بقى طلب ان انا اجيب الاس والار نود والار 1 اللي هم البارامترز يعني بتوعي، فساعتها بقى هقعد اضرب بالهيصه ديت كلها في بعض، تمام، واحاول اجيب 3 معادلات واحلهم مع بعض. هتبقى معادله بتاعت الباور زد باور 0 وزد باور نيجاتيف 1 وزد باور نيجاتيف 2، هتكون حاجه بالمنظر ده. في المطلوب بي هيكون نفس الكلام، في المطلوب سي هو قال ان غير الكنترولر يعني بحيث ان دوت يكون ايكوال دوت. كان المفروض فوق اقول له ان التي ساعتها هي بتكون ايكوال الار لان ديت الميثود الاولانيه، هنا ديت هي عباره عن ايه، هي عباره عن الميثود الثانيه، فهو بس عايز يشوف ايه ال تي اوف زد ايكوال مجموع الاثنين كوفيشنت يعني. في السؤال دوت كان المفروض اجيب الثلاثه دول، بس طبعا الوقت ضيق فانا مش هجيبهم، هما محلولين على درايف السنه اللي فاتت بس كده.
فلو حد عايز يشوف الحل بخطوات يعني، انا ناقل عموما الحل ده من درايف السنه اللي فاتت برضه يعني. ده بالنسبه للبي اي دي كنترولر. اخوه هيبقى البول بليسمنت بس في كيسز وكده، ان شاء الله هعمل له فيديو يعني.